شفت اكبر عملية نصب حصلت النهاردة في مصر؟ ما شفتش؟ تعالى هوك بول دي الشركة اللي نصبت على المصريين، شغالة في التعدين والعملات الرقمية. اوهمت الناس تعالى اشتري من عندي على الموقع بتاعي آلة، ادفع 4000 جنيه تاخد 3 دولار في اليوم، شوف بقى على مدار شهر تكسب قد ايه. وفعلا في ناس كسبت مبالغ كبيرة جدا، فالناس حطت فلوس اكتر وخلت صحابها وجيرانها وقرايبها يدفعوا فلوس اكتر في الشركة دي، لدرجة ان من كتر المكاسب قالت لهم هنعمل لكم حاجة اسمها زي الصناديق ومكسب سريع، حط 4000 جنيه بعد 5 ايام تكسبهم 20000 جنيه، يعني 5 اضعاف. طبعا الناس كلها اتجننت وحست ان المبالغ دي مهوله، فكميه فلوس اتدفعت في الشركه دي كانت كبيره جدا، لدرجه ان هي الشركه افتتحت في اغسطس 2022 دخل فيها اكتر من 600000 مصري، حطوا فيها فلوس قد ايه؟ اكتر من 600 مليون دولار. وفجاه الشركه من يوم وليله اختفت، اتبخرت، الشركه ما بقاش ليها وجود. السؤال هنا، لو كانت عرض عليك العرض ده كنت هتوافق وتحط فلوسك معاهم، ولا انت ناصح ومحدش يعرف يضحك عليك؟